حتى لو دخلوا جحر ضب اللي اتبعتموه، أخرجه الطبراني. هؤلاء هم التلاميذ الذين أبحث عنهم، استماع وتركيز. أيها الشيخ الطبراني، أخرج الضب من جحر الضب. لا، أخرج الحديث أي رواه. والضب ما الذي وقع له؟ الضب استعارته يا أخي. فهمت. إذن الضب ليس للطبراني، إنما استعاره فقط. لكن يا شيخ، ممن استعار الطبراني الضب؟ الضب أنعمت إليكم. أين لا يا شيخ؟ أنا لم أفهم شيئا. أنا أيضا لم أفهم شيئا. حتى أنا. يا شيخ، حلفت أن أشتري جارية إن زوجتي عصتني، فماذا أفعل؟ اشتري سفينة فهي جارية. يا عم، هل أنت جاهل؟ يا عم، هل أنت أحمق؟ أنا جالس بينهما. لماذا لا تسلم؟ لحب الخمر. أسلم وشأنك بها. ما هذا؟ إذا شربت حددناه، وإذا ارتددت قتلناه. إذا والله لا أشرب أبدا. أيها الناس، منذ أن وليتكم ما عاد يجيئكم الطاعون الذي كان يأتيكم. الله أكرم من أن يجمعك علينا والطاعون، فأنت أشد فتكا منه. تفضل، ذاك الفرس هدية مني. جزاك الله خيرا. ما بك؟ أهدت أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأنه هو بها مثل الرياح الطائرة، في ليلة قطعت مسافة من هنا للآخرة. يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأعراب ولا علم في ديني. إني أريد حج. الطريق واسعة. ليس معي نفقة. سقطع عنك الحج إذا. يا أمير، جئتك مستجديا لا مستفتيا. أعطوه نفقة الحج.